لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله وده يرد بعقله وده ينكر بعقله يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. حلقتنا النهاردة معركة أين الله جزء 35، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله. وعنوان حلقتنا شيخ الأزهر ينهى النبي عن السؤال عن ذات الله. شفنا في الحلقة اللي فاتت شيخ الأزهر لما قال أنا حتى لو نزلت بالمذهب الأشعري للعامة لا يفهمونه، وإن المؤمن ممكن يفكر في صفات الله وأسماءه الحسنى لكن الذات لا، وقال إن سبب إنك ما تفكرش بذات الله لأنه أمر فوق العقل، لو أردت تفكر في ذات الله أو تقرب الذات أو تدخل الذات كموضوع لعقلك أنت كده عايز تدخل المحيط في كشاك، لا لا يمكن لا يمكن ومستحيل. شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب يشبه ذات الله بالمحيط، أو يعني يشبه ذات الله بالمحيط، وقصده ذات الله إنك لو فكرت أو حاولت تقرب الذات كده عايز تدخل المحيط في كشاي. وأنا بسأل شيخ الأزهر هل المثل أو التشبيه ده مقبول؟ هل في عهد رسول الإسلام ما كانش فيه بطيخ بس كان فيه شاي؟ شوفوا معايا هيقول إيه في الفيديو اللي جاي. وكما قلنا أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه لم يأكل البطيخ حينما أتي به لأنه قال لا أعرف كيف كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول أن الإمام أحمد مرضيش يأكل البطيخ وقال أنا لا أعرف كيف كان يأكله رسول الله. إزاي الإمام الأكبر شيخ الأزهر وأنا بتكلم عن منصب الديني؟ إزاي لما بيجي يتكلم عن رسول الإسلام بيجيب أمثلة مرة فيها بطيخ ومرة شاي؟ يعني إيه الأسلوب اللي فيه استخفاف بشخصية الرسول اللي من المفروض أنها شخصية مقدسة بالنسبة للأزهر كمؤسسة دينية؟ وأنا بجد يعني كمعدة للبرنامج كنت مستغربة من أسلوب شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب لما بيتكلم عن شخصية رسول الإسلام، مستغربة من عدم احترامه لرسول الإسلام لما يقول ألفاظ وأمثلة غريبة. في الحلقات اكتشفت أن السبب أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب طبعا كشخص وكمنصب بيتكلم عن رسول الإسلام بالأسلوب ده لأنه بيعتبر أن رسول الإسلام هو سبب الفتنة بين المسلمين. وهتشوف في حلقة النهاردة والحلقات الجاية حاجات هيقولها الشيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب عن رسول الإسلام لا يمكن تتصوروا إن أي مسلم عادي يقولها عن الرسول، فما بالكم واللي بيقول الحاجات دي واحد بيمثل أكبر مؤسسة دينية في العالم وبيحمل لقب الإمام الأكبر. ونواصل مع حضراتكم ونشوف كلام الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور أحمد طيب مرة تانية، وهنعرف نقطة خطيرة قالها شيخ الأزهر عن رسول الإسلام بنفسه، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. لكن الذات هذا أمر لأنه فوق العقل، لو أردت أن يعني تفكر في الذات أو أن تقرب الذات أو تدخل الذات كموضوع لعقلك أنت بالضبط كما يعني تريد أن تدخل المحيط في كأس من كأس شاي. زي ما شفتوا شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول لكن الذات هذا أمر لأنه فوق العقل، لو أردت أن يعني تفكر في الذات أو تقرب الذات أو تدخل الذات كموضوع لعقلك أنت بالضبط تريد أن تدخل المحيط في كشاي. والفيديو ده أنتوا شفتوا حضراتكم شفتوا يعني معايا أكتر من مرة خلال الحلقات اللي فاتت، وعلقنا عليه كتير وشرحنا لحضراتكم كمية التدليس اللي قاله الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول إنك مستحيل تقدر تفكر في الذات وإنك مثلا تقرب الذات أو تدخل الذات كموضوع لعقلك. والسؤال اللي بطرحه أو السؤال اللي بيطرح نفسه شيخ الأزهر عاوز يوصل لإيه من كل الكلام اللي قاله، رغم إن الكلام اللي قاله كفاية إننا نعرف هو عاوز يقول إيه. وإحنا قلنا لحضراتكم الكلام ده وهنلخصه في جملة واحدة،
الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول إن رسول الإسلام هو السبب، أو هو سبب الخلاف والاختلاف والفتنة بين المسلمين في إيه؟ في أهم ركن في الإسلام اللي هي العقيدة، لأن رسول الإسلام هو اللي قرب للذات وسأل الجارية أين الله وصدق على كلامها إنه في السماء. لكن كمان في مفاجأة، إن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب مش بيأكد اللي فهمناه من كلامه بس، لأ ده بيضيف حاجة جديدة وبيجود، يعني بيضيف تهمة جديدة لرسول الإسلام ومفيش ولا مسلم على وجه الأرض يتجرأ يقولها على رسول الإسلام، فما بالك وإن اللي بيتهم رسول الإسلام بالتهمة دي مش أي مسلم عادي، لأ ده الإمام الأكبر أو الإمام أكبر مؤسسة دينية، الإمام الأكبر في العالم الإسلامي، الشيخ أكبر مؤسسة دينية إسلامية في العالم. نشوف مع حضراتكم الفيديو اللي جاي من أول ما قال شيخ الأزهر إن رسول الإسلام بيسأل عن شيء فوق العقل، ومعنى كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن رسول الإسلام هو إيه؟ هو سبب الفتنة، وده اللي وضحناه لحضراتكم. وهنشوف شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيقول تهمة خطيرة لرسول الإسلام، ونشوف الفيديو اللي جاي. لكن الذات هذا أمر لأنه فوق العقل، لو أردت أن يعني تفكر في الذات أو أن تقرب الذات أو تدخل الذات كموضوع لعقلك، أنت بالضبط كما يعني تريد أن تدخل المحيط في كأس من الكأس شاي، لا يمكن ومستحيل، هو هكذا، هذا سؤال من هذا النوع، لذلك لابد أن يكون السؤال منطقيا. وزي ما شفتوا حضراتكم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيقول لكن الذات هذا أمر لأنه فوق العقل، لو أردت أن يعني تفكر في الذات أو تقرب الذات أو تدخل الذات كموضوع لعقلك، أنت بالضبط تريد أن تدخل المحيط في كل شيء، لا يمكن ومستحيل، هو هكذا هذا السؤال من هذا النوع، لذلك لابد أن يكون السؤال إيه؟ منطقيا. الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيقول إن سؤال رسول الإسلام للجاري أين الله ده سؤال فوق العقل، وإن رسول الإسلام ما كانش ليه حق إنه يفكر في ذات الله، أو إن رسول الإسلام ملوش الحق إنه يفكر ويقرب أو يعني يقرب من ذات الله، المفروض إن رسول الإسلام يبقى بعيد عن ذات الله، لأن ذات الله فوق مستوى عقلك يا رسول الله، وبالتالي فوق مستوى عقل الجارية والصحابة والمسلمين. وإنت يا رسول الله لما فكرت في ذات الله زي كده لما تكون عاوز تحشر الله في كوباية شاي، وزي ما شفت حضراتكم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في نهاية الفيديو اللي شفته حضراتكم وهو بيقول شوفوا معايا الفيديو اللي جاي. لا يمكن ومستحيل، هو هكذا، هذا سؤال من هذا النوع، لذلك لابد أن يكون السؤال منطقيا. الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب يقول للرسول لا يمكن ومستحيل، هو هكذا هذا السؤال من هذا النوع، يعني مش لأ واحدة، دي ثلاث لقيت. كأن الإمام الأكبر شيخ الأزهر بيقول للرسول قدام ذات الله أنت يا رسول الله المفروض إيه؟ المفروض تقول لا أرى لا أسمع لا أتكلم. ويواصل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في إعطاء رسول الإسلام درس مهم في العقيدة، ويقول له ويقول سؤالك ده يا رسول الله إيه؟ مش ممكن وبس، ده كمان مستحيل، سؤالك يا رسول الله مستحيل، أنت بتقول إيه؟ إيه الأسئلة المستحيلة اللي بتقولها دي يا رسول الله؟ أنت زرعت الفتنة بين المسلمين بأسئلة مش مفهومة وفوق العقل ولا يمكن إن أي حد يسألها. وهنا بيبدأ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يتهم الرسول تهمة خطيرة زي ما شفتوه هو بيقولها في الفيديو اللي فات، وهنكرر الفيديو وشوفوا معايا مع بعض. لا يمكن ومستحيل، هو هكذا، هذا سؤال من هذا النوع، لذلك لابد أن يكون السؤال منطقيا. أكرر كلام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيقول إن السؤال اللي سأله الرسول للجارية غير ممكن ومستحيل وسؤال غير منطقي، سؤال رسول الإسلام للجارية أين الله مش عاجب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بيصحح للرسول الإسلام وبيقول له أنت كده يا رسول الله عايز تدخل المحيط في كل شيء، خليك عاقل وعندك منطق في أسئلتك،
متخيل معايا؟ هل يعني حد متخيل معايا معنى كلام الإمام أو يعني إمام أكبر مؤسسة دينية في العالم الإسلامي لما يقول إن رسول الإسلام وعدم منطقيته هو سبب الخلاف والاختلاف وزرع الفتنة بين المسلمين في إيه؟ في أهم ركن في الإسلام اللي هي العقيدة. تابعوني الحلقة الجاية في مواجهة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للرسول وإزاي هيصحح للرسول الإسلام عقيدته، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين عقول البشر.